لما سوسن بدر عارفه من وهي صغيره ان هي عايزه تمثل. البدايه فهمت ان حضرتك اشتغلتي في عروض الازياء يعني كنت موديل. ايوه اولا سوسن بدر وما زالت عندها قوام يعني ممشوق ورائع وجميل، بس كنتش عارفه ان انت اشتغلتي موديل. بصوا يعني هي شعر وطول ما شاء الله وقمر ربنا يخليك. كنت في تانية ثانوي أظن أو تالتة ثانوي، تانية ثانوي أعتقد، لأن خدت تانية وتالتة في العروض وقريت. خدت تانية وتالتة في الإيه؟ في عروض الأزياء. وقريت إن كان في وقتها أتلي مهم من أهم بيوت الأزياء في مصر، ومصر كان فيها بيوت أزياء مهمة جدا 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 شبه بيوت الأزياء في أوروبا وفي باريس وفي إيطاليا وحاجة جامدة جدا يعني. كان منهم بيت أزياء اسمه فينوس، أتلي فينوس ده كان موجود في شارع قصر النيل كده جنب سينما راديو، وطالب عارضات أزياء عامل اختبار لعارضات أزياء وحيختار عارضات أزياء علشان يدربهم عشان يطلعوا عملوا له عروض أزياء. فقلت انا هروح ويعني هتجنن واروح. الحقيقه ابويا ما عرضش قوي وامي ما عرضتش قوي وراحت معايا. اليوم اللي احنا رحنا فيه ده مين كان فيه بقى لجنه تحكيم، كان مستر فتحي خليل اللي هو كان صاحب الاتيليه، وكانت مراته اعتقد كان اسمها مدام سوزان، وكانت وفي حد تاني، وكانت اهم حد بقى اللي كنا داخلين عاملين له كده ده مدام رجاء الجداوي. الله يرحمها حبيبه قلبي. علاقتي بدات بيها من اليوم ده. شوفي من يعني من زمان كانت هي عارضه، كانت عارضه ازياء مشهوره، عارضه واهم عارضه واكبر عارضه واجمل عارضه، وكانت نموذج ازاي الست الحلوه تقعد وتتكلم وتتحرك. شوفي كده يعني يمكن بعدها بفتره بسيطه قوي لما قابلتها، بس شوفي هي كانت عامله ازاي، كانت نموذج ماسكه الجوانتي بحركه الرجل ما لهاش زي، الله يرحمها. واختبرتنا ونجحنا كذا بنت يعني منهم، بس كان أهمهم كنت أنا وزميلة ليا أعتقد كان اسمها راندا أعتقد، عشان كنا طوال ورفيعين فعجبناها، فقررت إنها هي تبقى المسؤولة عن تدريبنا، وبدأت تدربنا مش بس بتدربنا إزاي نمشي وإزاي نعرض وإزاي نلبس الوسان، إزاي نقعد، إزاي نحط الإيد، إزاي ما نضحكش بصوت عالي، إزاي نقول إيه، إزاي ما نقولش إيه، إزاي يبقى فيه رقي بشكل عام. بالظبط كده. إن العارضة دي ست، والست دي لازم يبقى لها شكل ولازم يبقى لها طريقة معينة عشان تقدر تلبس فستان فيبقى باين عليها. شوفي أنا تعلمت منها حاجات أعتقد أن أنا مديونا لها لغاية النهاردة بجزء كبير جدا جدا. حاجات بقت في تكوينك الشخصي بعيد عن عرض الأزياء. بالظبط. قعدتي تعرضي أزياء قد إيه وكنت بتاخدي كام؟ لغاية ما خدت ثانوية عامة. وكنت بتاخدي بقى فلوس يعني عليها القيمة ولا؟ لا وقتها كان يفتح بيت لما ناخد 10 جنيه ده كان يفتح بيت. 10 جنيه؟ لا أنا أقول لك لو كنا هناخد 10 جنيه كان يفتح بيت. لا أنا مش فاكرة بالظبط، بس طبعا ما كناش بناخد يعني النهاردة لو أنا قلت كنت باخد مثلا 15 جنيه في عرض الأزياء أو 20 جنيه ده وقتها كان مبلغ يعني وقت في الفترة دي. لا ده كان مبلغ يعني. كان قصدي من السؤال عن بتقبضي كمان انه كان في استقلالية مادية ولا لا لسه برضو؟ لا مش حاجة اسمها استقلالية مادية يا استاذة، مفيش. في ماما هتاخد الفلوس وفي الفلوس دي رايحة كده الفلوس يعني. تاخديها تديها لماما. طبعا. ما وتاخدي مصروفك برضو يعني، مش معنى ان انت هتاخدي الفلوس دي لماما ان انت مش هتاخدي مصروفك منها. لا هتاخدي، بس انت اوعى تفتكري انت كبرتي علينا. ما هو ده السؤال بقى، طوعا ولا غصبا يعني؟ انت كان لا يعني غصبا يعني بتديها الفلوس وانت شايفه انه راضيه ولا لا؟ كنت كان نفسك فلوسك تفضل معاكي؟ لا 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 خالص خالص خالص، ما فيش الاحساس بالامتلاك ده خالص، عمره ما كان موجود. بالعكس هو احساس بالسعاده وبالفخر ان حقيقي هو مبلغ عبيط وحقيقي هو ممكن ما بيعملش حاجه، بس احساسك بقى ان طب تعالي علشان اجيب لك جوب مثلا او بلوزه. فكان في محل اسمه فيرونيك في ميدان مصطفى كامل، مش عارفه انت فاكره ولا، بس المحل ده كان محل حلو جدا وكان دايما في حاجات موديلات لذيذه كده، وكان محل مشهور وله يعني سمعه حلوه في الموديلات الحديثه دايما. فكان بيبقى من ضمن الجائزه ان تعالي طبعا ما نجيب لك بقى حاجات كمان، فتحسي برضو ان انت بتجيبي حاجات من فلوسك يعني.
لا ما كانش فيه غضاضة خالص في ان وما كملتيش خلصتي ثانوية عامة دخلتي المعهد دخلت كلية علوم ومعهد اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه